أبوي؟ ها؟ هتبي النوم؟ لا انطر شوي. باري بروي حبيبي الحين ترى انت لازم شوي توسع نطاق الشغل. شو يعني توسع نطاقي؟ يعني الحين انت مو ولد فارس البكر، يعني مو معطيك شركة شي تديرها. ها قصدك كذي يعني؟ إيه؟ لا ابشرك ابشرك ابوي لا يثق فيني ولا اصلا يبيني يمه بالشغل. مو على كيفه. ايش فيك ايش فيك تكري الله ايش فيك؟ يعني مو على كيفه، انت ريال لازم تعتمد على روحك. شلون يعني باكر بيصير عندنا عيال؟ شلون يعني نصرف عليهم؟ والله ترى حلوه وانت مشطبه عيديها. قاعد اكلمك جد الحين، انا مالي شغل، من السنه الجايه لازم تصير مليونير حبيبي. ها ان شاء الله حتى لو تبوق ابوك. ها 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 شنو تفعل ابوك؟ شش انيتي مالك اجي تصرف. شنو تصرف يعني عيب؟ شل اجي ابوك ما ابوك ابوك يا حالات طيور الحب اللي قاعدين. شفت قلت لك يا ضاري خلنا ناخذ بيت بروحنا، كلمتين على بعض مو قادرين نقولها عق بعض. استغفر الله داشين طالعين طالعين داشين. اسفين ما انا بس بغيت اسالكم اذا تبون شيء. ما نبي شيء، اذا بي شيء ما بقول لك. روحي عاد حنين قاعدي عندها، صارت لها بيبي سيتر الحين. لا انا ذنك يما الله يبارك عمتي. يموتون بالعلوم، يموتون يشوفون الثنا قاعدين يسولفون مع بعض اللي بيعرفون شنو فيه. حبيبتي ايش فيك؟ ولا تكلمون كذي. وانت شكو بعد؟ ابعد ربك اللي مجابلتك للحين. انا اروح الدار انام وايد ابرك. للحين ما نمتي؟ لا يدي للحين برام. دادي انت فيك شيء؟ ما فيك شيء بس بطني يعورني. اسوي لك شيء دافي؟